تجربتي مع منحة توماس جيفرسون سكولرشيب. عسلامة الناس كل، سارة الناجي AKA بلوبا معاكم في فيديو جديدة، والمرة هذه باش نحكيو على تجربتي أنا في توماس جيفرسون سكولرشيب. خاطر برشا فيكم سألوني على كيفاش أنا طلعت لأمريكا في 2015. Oh my God. كبرت! وشني عملت غادي وشني نصائحي ليكم انتوما اللي تحبوا تشاركوا حتى انتوما في منحة السنة. اول حاجة وهذه مهمة ياسر، ديسكليمر اللي باش نقوله الكلام الكل في الفيديو هذه يخصني انا وكان انا كشخص، على خاطر باش ما تقولوش اللي انا المعلومات هذو الكل باش يمثلوا عباد اخرين في المنحة ولا يمثل ايركس اللي هي الاورغانيزاسيون اللي تعطي المنحة هذه. So, كان انا به. اول حاجه شنية هي توماس جيفرسون سكولرشيب؟ هي منحه من اليو اس جوفرمنت فولي فاندد، ماكش باش تخلص حتى شيء من جيبك، كل شيء مخلص من عندهم هما، باش تمشي لمده عام لليو اس باش تجرب المعيشه نتاع الاتيديون في اليو اس. عاود كلمه يو اس برشا مرات. مانيش نحكي لكم برشا على البوخس في حد ذاتها، على خاطر المعلومات الكل موجوده على الانترنت، وباش نحط لكم المعلومات اللي انا عندي الكل في الديسكريبشن، اللوطه في الديسكريبشن اللوطه، ومعاهم دي ليان يهزوكم الفيديوهات اخرى من عند اصدقائي وعباد نعرفهم حكيو برشا على المنحه هذه في فيديوهات بالمعلومات والنصائح نتاعهم هما. اول حاجه خلنا نحكيو على نصائحي في الابليكيشن بروسيس، معناتها وانت قاعد تحضر في المشاركه نتاعك. اول نصيحه ليكم هي انكم ابداو توا، فما برشا اسايز وحاجات باش تكتبوهم، لذا ديما احسن انك تبدا من توا باش تبدا تلم في افكارك، وكل مره تصلح في الفقرات وتزيد في المعلومات اكثر واكثر واكثر. لذا ابدا توا. لازمك recommendation letter. شمعنتها؟ معناتها باش تجيب عبد يعرفك، بروف ولا عبد خدم معاك ولا leader متاع organization انت خدمت فيها، باش يحكي عليك وعلاش يحب يقول الايركس اللي انت تستحق انك تمشي في المنحة هذه. So القى الانسان هذا as soon as possible. لازمو يكون عبد باهي في الانجلي باش تبدأ recommendation letter باهية، لذا أكثرية العباد ديما يختاروا بروفيت الانجلي متاعهم. لازم زيادة بروف الانجلي هذية يعرفك انت كشخص، وينجم يعطي أكثر أفكار شخصية عليك، وتنجم انت زيادة تعاونوا البروفيت هذية by talking to them وباش يعرفوك أكثر وتكون en relation باهية معهم. حاجة مهمة ياسر أنه يكون الانجلي متاعك صحيح، لذا نعرف راهو نعرف لي مش الناس كل توا الانجلي نتاعهم بارفي، حتى انا الانجلي نتاعي لتوا ماهوش بارفي، وقتها اتعس على خاطر عامي لولاني في اليونيفرسيتي بالانجلي. احسن حاجه تعملها اكتب الاسايز نتاعك، ومن بعد تمشي البروفيسور نتاع الانجلي نتاعك يصلح لك، اما ما تعطيش العبد اخر يكتب لك سيلفوبلا بليز. اي نو فما عباد يعملوا الحكايه هذه، بات صدقني راهو ينجموا يفيقوا بيك، وكان فيقوا بيك ماكش باش تمشي. كيف تكتب؟ اعمل الدرافت الاول والدرافت الثاني والدرافت الثالث وثالث ورابع خمس كل على بعضه، وديما سجل يهديكم. فما برشا عباد يغلطوا وما يسجلوش بعد تمشي الخدمه الكل. انت اهم حاجه كيب تو كوبيز، دونك اكتب على السيت ويب نتاعهم تاع الابلكيشن، وزيد اكتب في بلاصه اخرى باش اوكا او كان حاجه هذيك ضاعت لك تبدا عندك كوبي اخرى وما تضيعلكش الخدمه نتاعك الكل وتطير في الهواء. البوخس هذه تلوج على العباد اللي باش يعملوا تغيير في تونس نهار اخر، مش كان همهم القرايه، دونك ما تخافش حتى كان نوتاتك مش طياره باقي عندك فرصه باش تمشي، اما باش يسالوك برشا على شنو عملت خارج نطاق القرايه، دونك الفولنتير ورك، كان عملت استاجيت، كان خدمت في حاجة، لذا ما تحقرش الحاجات الصغيرة اللي عملتهم في حياتك. صدقني راهو انا حكيت على حكاية تافهة على الغنى، ذكر حكيت على كيفاش كنت نقري اولاد الجيران انجلي. It worked. خاطر ما نجمتش نلم برشا من الفولنتير، ما عملتش برشا فولنتير ورك انا في حياتي، اما
عملت حاجات احنا ممكن ياسر ما نظر لهمش حاجة انتريسانت ياسر. لذا volunteer work مش معناتها واع عملت حاجة مش نرمال مشيت انقذت عبيد في بلاصة. لازم تكون حاجة صغيرة small things but they made a change في حياة العبيد هذيك. المهم في الاخر show them why they should choose you. علاش باش يختارك انت مش عبد اخر. So show them. توا تقبلت في البورس مبروك مبروك مبروك. فلتنا البروسيدور متاع الابليكيشن عديت التوفل عملتهم الكل وقبلوك وصدقني الاموسيون على مية على الخلطة. ونتذكر كيفاش جاتني الغيبانس انا صاحبني احنا راكشين في الدار وجينا الغيبانس والزوز وليو ننقزو فرحت اكثر من الباك والله فرحت اكثر من الباك. ان شاء الله انا اللي باش تقبل فرحتكم انت وربي معكم الكل. شنية تعمل توا كيف تقبلت؟ عندي ليكم نصاحي انا كعبد مشي وشنية الحاجات اللي لازمك تعملهم والحاجات اللي لازمكش تعملهم. اول حاجة ما تخافش ايريكس يعطيهم الف صحة باش يتلهيو بيكم قبل ما تطلعوا باش يعملوا لكم orientation كاملة على شنية تعمل في امريكا شنية ما تعملش في امريكا كيفاش القراية في امريكا الانفورماسيون اللي حاجتكم بها الكل. لذا امان امشيو واسمعوا وركزوا. الجو يبدا من غادي خاطر باش تتعرف على العباد اللي باش يمشيو معاك الكل لامريكا وباش تعرف وين ماشيين واسكو فما عباد باش يبداو بحذاك. and by the way للناس اللي سالتني ليه مش انت دي تختار لونيفرسيتي نتاعك ليه مش الناس كل تمشي لونيفرسيتي نفسها وليه ما تعرف كان لاخر دقيقه. توا نحكيو امور فلوس راهو باش يعطيوكم اسي فلوس باش تعيشوا بهم مرتاحين على الاخر. اصلا عمرك في حياتك ما باش يكون عندك الاماونت نتاع الفلوس هذيك في ديك على الاج هذاك. بات انا بالنسبه لي انا اول مره وقتها يبدا عندي كوتس فلوس في يدي ما عرفتش نتصرف فيهم الحق. لذا باش ننصحكم من عبد صرف فلوسه كيما جي جي. اول حاجه كانك تعرف روحك تحب تعمل برشا شوبينج وكل شيء وعندك حاجات شاهيهم عارف روحك ماشي شاهي تشريهم هز معك شوية فلوس كانت ناجم. انا ما هزيت معي حتى فرنك زايد من تونس شوية على الاخر نذكر جست اوكاو متاع ان كيس ودوب ما نوصل مي عشت بالكدي مرتاحة على الاخر وما نجمت نسافر. اما ما سافرتش على قد ما حبيت انا لخاطرني صرفت برشا الاونلاين شوبينج هبلني. لذا يا جماعة take it easy on the online shopping خاطر من بعد باش تندم كي باش يجيو العطل وتنجم تمشي تسافر وتمشي تشوف بلايص اخرى باش ما تقعدش بلاصة واحدة. انا سافرت كان بلاصة واحدة مع صاحبتي مشينا لكاليفورنيا درناها الكل عملنا مغامرة مش عادية اما كنت نجم زادا نمشي بلايص اكثر كان ما صرفتش فلوسي برشا كيما جيجي في حكايات فارغة. كون ناشط ناشط في الجمعيات في الكلوبز في تعرف على عباد اخرج حوز اعمل adventures راهو عندك عام في يدك باش تجرب برشا حاجات في امريكا كنت ما تنجمش ما كنتش نجم تعملهم وحدك خاطر غادي مصروفك موجود كل شيء عندك كل شيء بين يديك just go do you have fun. انا برشا حاجات ندم عليهم توا خاطر ما كنتش اكتيف برشا تلهيت ياسر في القرايه ما نعرفش علاش. لذا يا جماعة توازن ما بين القراية تنجموا تقراوا وتتعلموا برشا حاجات والمغامرات والجو. ونصيحة وهذا طلب ريكويست من عندي انا امان بي ريسبكتفول ونحبكم تمثلوا تونس بالباهي خاطر راك انتي كتونسي كي باش تمشي الغادي راك باش تمثلنا الكل. دونك اللي باش تعملوا اللي باش اي حاجة باش تعملها باش تقعد في وجوهنا الكل. انا كنت تونسية الاولى في اليونيفرسيتي اللي مشيت لها مشيت لوستن ايداهو بلاصة بعيدة في النور على الويست حاسيلو ما تعرفوهاش سير. العبد اللي مشي بعدي سمع بيا وديما قاعد يقول تعرف سارة ودر شنو وكل خاطر I was the first and I put good impression so do the same. اخر حاجة نحب اقولها لكم enjoy the process ان شاء الله تخلطوا تمشيوا وان شاء الله تعديوا عام عالمي غاديكا خاطر بالحق بالنسبة لي أنا it was amazing بالرسمي عملت برشا حاجات وبالرسمي it was amazing وفرحانة اني مشيت وفرحانة باللي عملته كل غاديكا ونتمنى لكم انتوما تتعلموا من غلطي وتاخذوا بنصيحتي وتعملوا experience even better so applique you
وان شاء الله بنجاح وربي معكم. Don't die.